يعني الحمد لله بفضل الله ان يعني ان برضه ان الفنان ولسه هو معطي ولسه بيعطي بيجي له تكريمات كده تدي له بوش وبتخليه يحس ان هو لسه عنده كتير يقدمه. الحمد لله انا بقالي 25 سنه بمثل يعني بدات وانا عندي 19 سنه في قشر البندق. مبسوطه ان الواحد كل فتره بيجي له كده حاجه تقول له ايه برافو كمل. يمكن انا بقالي سنه ما قدمش حاجه جديده وبتكرم مع زملاء ليا عملوا حاجات السنه اللي فاتت. ولما والكيف انا اتربيت على فكره انه لازم تدوري على الكيف مش الكم، ويمكن ده اللي بيخليني اتاخر واقعد كذا سنه مثلا ما عملش حاجه جديده قوي، او اعمل عملين في سنه مثلا ابقى عامله عملين مثلا وفيلم وبعدين اقعد اقول لا السنه الجايه مش هشتغل، مش عشان حاجه ما بيكونش جالي حاجه على نفس مستوى الشغل اللي انا كان عاجبني السنه اللي قبلها. يمكن هو ده اللي بيخلي واحد يتاخر شويه، لكن انا مش عارفه اتغير لكن هحاول يعني عشان هو الزمن بقى سريع قوي. بس احساسك الف مبروك بتكريم فيلم قشر البندق فيلم والدك في مهرجان القاهره وفي مهرجان الجونه. ده حاجه بسطتني جدا وبحمد ربنا جدا على ان الفيلم خد حقه لان في اجيال ما كانتش عارفه عنه حاجه. وانبسطت لما لقيته في مهرجان القاهره السينمائي فولي بوكد والناس كلها بتتفرج عليه كانه فيلم جديد وبيضحكوا ومتفاعلين معاه، والاغنيه قشر البندق لما جت قعدوا يسقفوا فانبسطت يعني الحمد لله. منذ طفولتك يعني ذكرياتك مع والدك الفنان القدير تعلمتي منه ايه فنيا وانسانيا؟ والله تعلمت منه حاجات كتير قوي، منها اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه فكره الكم ولا الكيف. فكره الكيف هي المسيطره عليا اكتر، ويمكن عشان كده انا مش بشتغل حاجات كتير في نفس الوقت. علمني الحته دي وبحاول ان انا يعني اعمل باللي هو علمهولي، ومش بحاول وانا بعمل كده، انا بحاول اعمل العكس. مش عارفه قوي لكن قلت لولادي بقى العكس، قلت لهم لا يعني اشتغلوا او ابني عمر يعني انتوا اشتغلوا، قلت لمحمود اشتغلوا وانتشروا لان الزمن دلوقتي ايقاعه اسرع بكثير. يعني لو حضرتك هتجسري سيره ذاتيه لحد من نجوم الزمن الجميل تحبي تختاري مين تجسري السيره الذاتيه؟ لا مش بحب، لان هو كل فنان ليه طعمه وليه روحه وليه شخصيته، فانا مش بعرف بتخيل انه يعني لازم يكون لو هتعملي سيره ذاتيه لحد يكون ملوش تأثير وماضي عند الناس، يعني هو عايش في وجدانهم، فيكون حد انت مش عارفاه او شخصية تاريخية ما حدش عارفها، فهنا ممكن تعملي سيرة ذاتية. لكن ما تكون تعملي سيرة ذاتية عن فنان لا بتبقى صعبة، ما بيعرفوش يتقبلوا غير الشخصية اللي هم عارفينها.